اديني مستشفى، اديني مستشفى حالا. اسند معايا، اتحرك يا بني ادم. آدم راغب تعب ودخل المستشفى واعترف للمحامي بتاعه بقتل سليم. برافو، اتحرك انت على المستشفى وحاول توصلنا بيه عشان نفضل متابعينه طول الوقت، وما تنساش تعرف كل حاجة بتحصل له وانت هناك. انا بسجل كل حاجة بتحصل من تلفون رحيم، ومعايا فيديوهات وصور هبعتها لك دلوقتي على الميل. طب تمام، سلام. مع السلامة. صاحبك لسه جاي له أزمة واتنقل على المستشفى دلوقتي حالا. يا ابن الإيه؟ ده أنت لو ساحر مش هتقدر تخطط للمستقبل زي ما بتعمل دلوقتي. واحد بالحالة الصحية اللي فيها راغب لو اتحط تحت ضغط بكثافة معينة وفي وقت ضيق ومحسوب لازم يحصل كده. ده مش سحر يا إيدي، ده منطق. يعني قربنا جدا، فاضل بس خطوة واحدة. طب مستني ايه؟ ما تعملها. أمال أنا جيت لك ليه؟ والله مش عارف، من ساعة ما جيت وأنا بحاول أعرف، بس أنت مش عايز تقول لي. الفلوس يا هادي. فلوس ايه؟ حقي، أتعابي. أنا كده فاضل لي معاك 4 مليون دولار، عايز منهم النهارده 3.5 مليون. انت مش واثق فيا يا ادم؟ لا، مش محتاج اثق في حد عشان اعرف اخد حقي منه. مش فاهمك. مش مهم، مش مهم خالص. المهم ان انا هطلع من عندك هنا من البيت ب 3.5 مليون النهارده، وال 500,000 دولار اللي باقيين هتبعتهم لي اول لما اخلص، وده متهيألي هيحصل في خلال أسبوع بالكتير. مظبوط، بس الكلام ده قبل ما تضرب من صاحبك ال20 مليون. وما تنساش أنا اللي قلت لك على حساباته في البنوك وبالداتا بتاعتها كلها، فاهم يا آدم؟ وضح يا إيدي. الموضوع واضح، أنا راجل شيك معاك وما طلبتش نسبتي في الفلوس، مفروض تبقى راجل شيك معايا دلوقت. دول 1.5 مليون وهنعتبر الباقي واجب منك. وما تنساش لو طلبت نسبتي من فلوس راغب كانت هتبقى اكتر من كده بكتير، يعني عدالة. وده مش آخر شغل هيبقى بينا، والشركة بتاعتك اللي بيمولها فاروق دي كفر علشان الشغل اللي هنعمله مع بعض هنا وفي الشرق الأوسط كله. شوف يا إيدي، الجملة اللي انت قلتها دي فيها 3 غلطات. الأولى قلت هنعتبر، الصح بتاعها هتعتبر عشان انا ما بعتبرش مع حد. التانية لما قلت انك عاوز تاخد نسبة من فلوس راغب، الصح بتاعها انك انت مالكش ولا مليم في فلوس راغب، لان انت ما عملتش حاجة. انا ايوه ياسمين. ايوه يا يوسف، انت فين؟ كان عندي كم مشوار كده خلصتهم، بعد كده طالع على ادم. مالك؟ في حاجه حصلت؟ لا ابدا ياسمين، مجهد شويه. طب خلاص، ما تاجل ميعاد ادم ده وتيجي ترتاح في البيت شويه. مش هينفع اجله خالص، مش هينفع.
كلت؟ اه كلت. طب ده انا كنت هعشيك عشوة حلوة قوي. تسلم ايديك يا حبيبتي، معلش مش هقدر اجي، اللي بيني وبين ادم لازم يخلص النهارده، مش هينفع اجله خالص. طيب هتأخر؟ مش عارف والله ياسمين، هحاول ان انا ما اتاخرش. طيب خلاص هستناك. استنيني ليه؟ بقولك هحاول ان انا ما اتاخرش، هحاول، يعني مفيش داعي ابدا ان انت تستنيني. طيب خلاص بتزعق ليه دلوقتي؟ انا مش بزعق. ما بزعقش يا ستي، صوتي بقى كده خلاص. ها في حاجه كمان؟ لا مفيش، انا بس كنت بكلمك عشان عايزه اقولك على حاجه. عايزه تقولي ايه؟ اتفضلي انا سامعك. سامعني؟ لا 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 مش مشكله، خد بالك من نفسك. ياسمين سامحيني معلش، انا بس الفتره دي مشدود شويه. حصل خير، انت بس خد بالك من نفسك. حاضر، باي. سلام. اهلا، ازيك يا يوسف؟ مش مستغرب يعني انك تخش بيتك وتلاقيني فيه؟ مستغرب ليه؟ البيت كله كاميرات وفيه لؤي. اقعد. عايز اتكلم معاك في موضوع. اتكلم. بص يا ادم، التصرف الطبيعي اللي ممكن يطلع مني لما اعرف اللي انا عرفته هو ان انا اضربك. اوف، تضربني؟ تضربني ليه يا صاحبي؟ صاحبك؟ اه طبعا صاحبي وحبيبي كمان. لما انا صاحبك وحبيبك تقوم مسلط عليا اللي اسمها دي عشان تبوظ لي حياتي؟ هي دي الصحوبيه؟ ايه ده، هو انت عرفت؟ اه عرفت، عرفت كل حاجه. تمام، ويا ترى عرفت ازاي يا يوسف؟ هو ده اللي همك؟ لا طبعا، بس لما اعرف انت عرفت ازاي هقدر اقيم الكلام اللي اتقالك علشان اللي ناقص اكملهولك واعرفهولك. عرفولي؟ تبرري اللي انت عملته مش كده؟ امال انت جاي تسالني ليه يا يوسف؟ انا مش جاي اسالك يا ادم. امال انت جاي ليه؟ جاي تضربني زي ما انت ما بتقول؟ ماشي، بس يا ترى بقى هتضربني بإيدك ولا باللي في إيدك؟ عموما أنا جاهز، اضرب يا صاحبي، أنا حتى مش هقاوم. لما ديدي هي اللي تقولك منها لنفسها حاجة، ولما أنت اللي تسألها حاجة تانية. تفرق في إيه يعني؟ النتيجة واحدة، صاحب عمري اتفق مع واحدة عشان تبوظ لي حياتي. لا تفرق كتير قوي يا يوسف. لما انت اللي تسأل وتدور وتتقص يبقى في أزمة ثقة ما بيننا، وده ما ينفعش انه يحصل. لكن لو هي اللي قالت لك منها لنفسها يبقى ده شغل نسوان. قلت لها كلمة استفزتها فراحت قايلها لك كده، بس ساعتها هبقى مطمن إني لما أحكي لك اللي حصل بجد إنك هتصدقني. أنت اللي سألتها ولا هي اللي قالت لك يا يوسف؟ ما ردتش يعني يا يوسف؟ أنت اللي سألتها ولا هي اللي قالت لك؟
كنت قاعد قدامها زي المعتيه، لا قادر افهم ولا قادر اصدق اللي هي بتقوله، ولا لاقي اي سبب للي انت عملته. طيب هسألك سؤالين، ردك عليهم هتلاقي فيه اجابة على كل اللي انت عايز تعرفه. انا اللي جاي اسألك يا ادم مش انت. أنا اللي اتأذيت، أنا اللي حياتي كانت تتهد بسببك. وأنا قلت لك 100 مليون ألف مرة إن أنا مستحيل أذيك. أنت بالذات يا يوسف مستحيل أذيك. ما ينفعش تاخد مني الموقف ده من غير ما تكون فاهم زي ما أنت ما بتقول. على الأقل عشان تبقى واثق من موقفك. افهم الأول. وبعد كده أي قرار هتاخده أنا هحترمه وهحطه فوق دماغي كمان. ممكن؟ ماشي. السؤال الأول، لو أنا كنت طلبت منك إنك تدخل في علاقة مع ديدي رماح بإرادتك مهما كان الظرف اللي عندي، كنت هتوافق؟ لا طبعا، انت اكتر واحد عارف انا بحب ياسمين قد ايه. عارف. طيب لو ما كنتش دخلت في علاقه مع ديدي رماح، كنا هنقدر ندخل قلعه فاروق رماح من غير اي مخاطره من غيرها؟ احنا اصلا مش محتاجين ان احنا نخش اي حاجه، بس ممكن نحتاج. لو كان ده دور بتعمله علشان تقف جنبي علشان اخد حقي، فيبقى ده الدور يا يوسف. تمثيل. طب وحياتي اللي كانت هتتهد، بيتي اللي كان هيتخرب بسببها، مش حاطط الكلام ده في اعتباراتك ولا في خططك خالص؟ بالعكس تماما، والدليل ان انتوا اتصالحتوا. لا وايه، بقت علاقتكم احسن من الاول. يعني انا فدتك مش ضريتك. واقول لك دليل تاني، رسائلها ومسجاتها ومكالماتها اللي كانت بتخنقك زمان دلوقتي بقت اكتر حاجه انت بتحبها، بقيت بتستناها. صح يا يوسف ولا انا غلطان؟ ما ترد. ها يا يوسف، في حاجة تانية عاوز تسأل عليها؟ يا بصراحة كده، طول ما أنا عارف إنك شايل الماتيريالز اللي صورتها لي أنا وديدي، عمري ما هطمن لك خالص. بقول لك إيه يا يوسف؟ مفيش حاجة بيشترك فيها أكتر من واحد إلا لما نتائجها بتعم على الكل. يعني لو كملنا هتبقى كملت دورك معايا ووقفت جنبي علشان أخد حقي، وديدي رماح أكيد هتبعد لأنها أكيد هتيأس من كتر رفضك ليها.
ياسمين علاقتكم اتحسنت وبقيتوا بتحبوا بعض اكتر من الاول، وكمان كسبتوا نصيبك ونصيبها من الفلوس اللي احنا خدناها كلنا مع بعض من راغب. بيتهيألي الزاوية دي أنضف وألطف بكتير قوي من إنك مضطر إنك تكمل عشان خايف لصاحب عمرك يفضحك ويوري الماتيريالز دي لمراتك. عيب يا يوسف، عيب قوي، مش أنا اللي أعمل كده. وإذا كان يا سيدي على التسجيلات دي، أنا هخليك بنفسك تمسحها فيديو فيديو، بس بعد ما نخلص. وعلى فكرة احنا قربنا قوي يا يوسف، قربنا لدرجة انت مش متخيلة. ايه لؤي؟ تمام، مستنيك. فيه. تعالى بقى ثانية واحدة كده عشان أوريك بس احنا قربنا لغاية فين. هو ده؟ بالظبط كده، هارد اتاك. امتى؟ من ساعتين، اول ما عرف ان بنته ضاعت طب على عينك على طول. يعني فاضل خبطه واحده بس يا يوسف ونمشي احنا الثلاثه في كنسته مع بعض. يوسف، انا ما رضيتش اتكلم معاك عشان ما اضايقكش، بس انا ما عملتش اي حاجه تخليك تكلمني كده. يوسف معلم، خميس الصبح معلم. عايزك. عايز ايه؟ عايزك في كلمتين. مفيش كلام بيني وبينك. بقول لك عايزك في كلمتين. طيب يا عم الفنان، نزل ايدك. الهدمتين اللي انا كنت مشحتهم لك جبتهم؟ لا. امال عايز ايه؟ انا تعبان مش عارف انام. لا بطلت. ايه ده انت فهمتني غلط. انا عايزك في حوار تاني. ايه هو الحوار؟ شاهد الفيديو اللي خدته هتعمل بيه ايه؟ البت عدالي في السقطه واللقطه، وانا خلقي بقى هنا، وابويا لو عارف المصيبه دي هيوديني في داهيه. اسمع بقى قلب ابوك، مشكلتك مع شاهد تحلها مع شاهد، مشكلتك مع ابوك تحلها مع ابوك. انما الفيديو فاضل يومين يا فرفوش، وهيبقى مع كلاب الحارة على موبايلاتهم. مش كلاب الحارة وبس، ده كلاب البلد. فحلها ان انت تروح لابوك وتقول له يابا البت هتتفضح، وعشان انا تامر سيرفر وانت فرفوش، خد دي امسك نفسك بيها وروح قول لابوك يابا البت هفضحها، تامر جوزها له. انت عارف لو ابويا جه مش بالسهل انه يجي هيعمل حوار، ولا هتفضحها دي تبقى اختي. فرفوش انت ما ينفعش تفوق يا حبيبي، لان اللي زيك لو فاق هيودي نفسه في داهيه.
اتكل على الله. لا مؤاخذة يا بطل، والله أنا اللي يهمني في اللي أنا سمعته ده حاجة واحدة بس. ما تقلقيش، أنا خلاص قطعت علاقتي بديدي، مش هشوفها تاني. مش هو ده، أنت لازم توقف شغل الشركة بتاعك ده خالص، أو حتى تخرج نفسك منه. وبعدين مالك هو حر في نفسه، بس أنت ما ينفعش يوسف. بس أنا عارف إن أنت زعلانة مني. أنا مش زعلانة منك يوسف، أنا بس رافضة وجود آدم في حياتنا بأي شكل من الأشكال. بعدين الراجل اللي يستغل صاحب عمره في إن هو يتجسس له على الراجل اللي بيموله عن طريق بنته، يبقى ما ينفعش تثق فيه خالص. بعدين إحنا ما بنشوفش الحاجات دي غير في الأفلام، وحتى لما بنشوفها بنبقى مستنيين من البطل إن هو يكشف لنا الناس دي وإن هو يخلص لنا عليهم خالص. تقوم أنت تثق فيه؟ أنا فاهم اللي أنت بتقوليه ده يا ياسمين، بس للأسف بقى في تفاصيل كتير قوي بيني وبين آدم في الشغل لازم تخلص عشان أقدر أفض الشركة. ولا أنت ناسية إنه هو اللي ساعدني بالأربعة مليون جنيه عن طريق الشريك اللي دخل معايا في الشركة؟ وبالفلوس دي أنا خلصت من ديون بابا وما اضطريتش أبدا إن أنا أبيع الفيلا. يبقى تفضها؟ يا ريت الموضوع يبقى بالسهولة دي يا ياسمين. تعرف عشان أفض الشركة لازم أعمل إيه؟ لازم أدفع 4 مليون جنيه بالفوائد بتاعته. خلاص يا يوسف، إن شاء الله حتى تديله الشركة كلها. المهم إن آدم ده يخرج من حياتنا بأي شكل من الأشكال. أنا هروح أصحي ديدو بقى عشان وعدته إن أنا أودي النادي. يلا يا بنات الغدا هيبرد. اوكي تعالي. يلا كله بسرعه بقى عشان ايه الحق اوصلك يا مادو قبل ما اروح الكافيه. طنط بس احنا نتغدى ونخرج. تخرجوا تروحوا فين؟ هنروح المارينا مع صحابنا. انا قلت لحضرتك امبارح. لا يا حبيبتي انت ما قلتليش كده، انت قلتيلي ان انت اللي هتخرجي تروحي المارينا، وعشان كده خليتي مامي تسيبك تباتي النهارده هنا. بس انا عايزه اروح معاهم يا مامي. لا يا حبيبتي مش هينفع، احنا متفقين ان مفيش خروج من غيري. اوكي حضرتك تقدري تيجي معانا. مش هقدر اجي معاكم لان انا عندي شغل في الكافيه، انا بقالي 4 ايام ما رحتش الكافيه. خلاص يا مامي خلصي شغلي وتعالي لنا. لا يا حبيبتي مش هينفع، انت لازم تيجي معايا الكافيه وانت عارفه كده كويس. هنروح كافيه ساعتين اخلص شغلي وبعدين احصله. سوري يا مامي انا عايزه اروح معاهم. سوري يا نغم قلت لا. الو اي مريهان. مفيش، نغم معصباني يعني مش قادره اصدق ان هي لسه بتفكر تخرج لوحدها. انا بجد ما بقيتش مصدقه انك بتفكري كده يا انيس. امال عايزاني افكر ازاي يعني؟ عايزاني افكر ازاي بعد اللي حصل للبنات؟ انا ببقى مرغوبه وهي في المدرسه حاسه ان كل العين عليها. يا بنتي الولاد كلهم هيبقوا مع بعض ولسه زيد مكلمني من هناك. ليك عليا وصيه خد باله منها. لا يا مريهان مش هينفع. اللي حصل للبنات ده حصل في بيوتنا وتحت عينينا. انا لو طول اكسر النت هعمل كده، لو طول اخد منها الموبايل واديها عده قديمه ما فيهاش نت هعمل كده، بس مش قادره. يا بنتي غلط على البنت كده، هتخنقيها. انت بتتكلمي في ايه؟ تتخنق احسن ما تضيع مني. انت مش ممكن تحسي باحساسي لانك ما عندكيش بنات. انت ابنك الحمد لله ما شاء الله كبر وقرب يبقى راجل. اوكي براحتك. انت تريحيني بقى دلوقتي لما تسيبيني اخلص اللي ورايا عشان ما اتاخرش وانزل، واطلبي لي انت عصير لغايه اما اجي.
يلا يا بنات خلصتوا اكل ولا لسه؟ يلا عايزه